بتدخل في كتير بواب، وبكل منطقة من مناطقنا في نساء عم يتجهزوا ليخوضوا مغامرة استثنائية، مغامرة ما تعودت على تاء التأنيث إلا أنه قريبا جدا رح تتعود. رحب فيكن مشاهدي مريم تي في بحلقة جديدة من هنا والبلدية. ضيفتنا اليوم من الصحافة للنشاط الاجتماعي، حملت على عاتقها قضايا الإنسان وهمومه لتكون مرشحة تحمل برنامج واضح ووجهة نظر ثاقبة لمستقبل بلدتها كفر رمان. ناهلة سلامة، أنا بدي رحب فيك معنا اليوم بهنا والبلدية، أهلا وسهلا فيك. مساء الخير، شكرا كتير لك على الاستضافة. بالبداية نعم، مثل ما عنوان أو اسم البرنامج هنا والبلدية، اليوم نحن عم نطرح قضايا المرأة بالبلدية، وكمان هيك بدنا نكون مصدر إلهام لكل سيدة عندها تردد أو عندها قضية وبتحب تخدم مجتمعها، بدنا نقول لها أنه لا، مفروض تكون عم تواجه وتفوت بقوة وما يكون عندها ولا أي تردد. لهيك اليوم بدي أسألك ونبلش أنا وياك، شو الدافع الرئيسي وراء ترشحك؟ نعم، أولا أنا مرشحة محتملة. نعم، يعني أنا بنت هاي الضيعة ولكن أنا من سكان المدينة. نعم، الدافع الأساسي هو بناء الجسر إذا بدنا نقول بين حياتي بالمدينة وأهل القرية. نعم، خليني أقول من خلال العمل الإنمائي والعمل الاجتماعي وخبرتي الطويلة بهيدا المجال، بقدر أنا أنقل هيدي الخبرة كمان لحتى نكون عم شاركها مع أبناء نعم. ضيعتي. نعم، فمن هيدا المنطلق قلت أنا ممكن أكون مرشحة حقيقية أو مرشحة محتملة، وقد أدعم الكثير من النساء اللي بتشجعوا أنه ممكن يكونوا مرشحات بالبلدية القادمة. نحن هون لندعم كمان السيدات من خلال هالمنبر. اليوم مثل ما بنعرف حضرتك صحفية ناشطة اجتماعية بدافع عن حقوق الإنسان، حقوق المرأة وكمان حقوق الطفل، كيف رح تجمعي بين كل هالأدوار، دورك كصحفية وناشطة وحقوق إنسان، يعني مدافع عن حقوق الإنسان، ودورك المحتمل كمرشحة على المجلس البلدي بمنطقتك في الرمان؟ نعم، خليني أقول كل عمل نحن بنقوم فيه له علاقة بالشأن العام هو بيكمل بعضه. يعني بما أنه أنا كاتبة صحفية وبغطي قضايا إلى علاقة بالفئات المهمشة وقضايا النساء واللاجئين وقضايا العنف ضد المرأة، كلهم هول بمطرح بيكملوا العمل الاجتماعي والعمل البلدي، ما بنقدر نفصل، بيصبوا بخدمة المجتمع. بيصبوا بخدمة نعم. المجتمع. نعم، اليوم واقع المرأة بالبلدية واقع هيك خجول إذا فينا نقول، شو بتصنفي حضرتك اليوم مدام ناهلة؟ خلينا نحكي أنه دايما السلطة هي منعطات للرجل. نعم، يعني هلا ببلدية كفر رمان في عضوة بلدية دكتورة ريم فرحات، تحية لها، ولكن هيدا بدنا نقول تمثيل خجول. صحيح، نسبة ل 15 عضو بلدية في الدكتورة هي سيدة وحدة، ولكن نحن هون السلطة دائما معطت للذكور. هون بدنا نقول انه لا، كمان جربنا سلطة الذكور، خلينا نخلي يكون بالشراكة. ليه دايما الرجال هن اللي بده يكونوا اخذين مراكز السلطة؟ ليه دايما بدنا نكون بس حاطين بمطرح واحد؟ خلينا نكون في شراكة بين الرجل والمرأة لصناعة القرار. نحن اليوم لما بننزل على البلديات هي لأنه نحن نساء فاعلات بالمجتمع، عندنا نحن دكاترة، نحن معلمات، نحن فاعلات بالمجتمع وناشطات بالمجتمع وصحفيات، وعندنا مراكز كتير كبيرة وخدمنا مجتمعاتنا. فإذا ليش ما بدنا نكون بالمراكز الرسمية؟ ليه دايما بدها تصنف أنه صاحب السلطة لازم يكون رجل، مش لازم تكون المرأة؟ حددنا دور المرأة بمطرح معين، لا، هي شراكة. نعم، هي حتى ما بدي أقول إنها معركة، خليني أقول بمحل إنه هي نحن عم نطلب الشراكة أو المشاركة بصنع القرار بلبنان. نحن دائما أكيد من نعم. نادي بأهمية الشراكة وأهمية المشاركة الحلوة بين المرأة والرجل، لأنه فعلا العلاقة التكاملية هي اللي بتعطي نتيجة. صح. لهون لهيك اليوم بدي أسألك، شو أهمية الشراكة وشو أهمية وجود العنصر النسائي بالمجلس البلدي؟ شو بتعتقدي بحال تغيرت المشاركة من خجولة لمشاركة فعالة على أمل، كيف رح نكون عم نشوف الفرق؟ شوفي، نحن بلبنان عندنا قضايا كتير وقضايا النساء متعددة. نعم، يعني بدنا نقول على صعيد التنمية،
على صعيد تمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. الفرق رح يكون كتير كبير إذا قدرت وصلت النساء صوت النساء الأخريات نعم على المجلس البلدي أو حتى بالسياسة بشكل عام. نعم يعني العمل المجتمعي عم بيكون كتير كبير، ولكن كمان إذا صارت بمحل هي بصنع القرار راح تكون عم بتوصل صوت فئات كتير صوتهم مش عم يوصل. من خلال كل ضيعة عم تترشح لها عم تيجي تقول هول النساء بحاجة لكذا، ونحن إذا في حال رفعنا دعم للنساء بهيدي الضيعة أو بكل الضيع رح يكون كمان عم تتعاون مع الرجل لحتى نبني مجتمع سليم، نعم لأنه الرجل لحاله ما رح يكون عم يعرف احتياجات النساء. صحيح، لازم يكون في مشاركة ولازم يكون في وعي وتوعية عن أهمية إشراك النساء بالعمل البلدي. اليوم مدام نهيلة، كيف رح يعني كيف تتوقعي انه يكون تأثير ترشحك على علاقتك مع أهل منطقتك في الرمان، وكيف رح تعود بالفائدة على المجتمع المحلي مجتمعك؟ بالنسبة لإلي أو بداية حديثي حكيت عن بناء جسر بيني صحيح. وبين أهل ضيعتي، خليني أقول هو بده يكون من خلال العمل المجتمعي. يعني أنا لما بدي أفكر إنه أنا بدي أطلع أترشح أو بدي أدعم نساء أخريات، ما في أنا أكون بس عم بحكي إنه أنا بدي أطلع، هو الموضوع إنه إشراك بصناعة القرار فقط، ولكن بدي يكون في عمل قبل ما أني أنا أكون عم بطرح حالي كمرشحة أو حتى كمرشحة محتملة. العمل بده يصير على الأرض أكثر، بده يكون في عم نحكي عن الحاجات المطلوبة بالضيعة، عن حاجات النساء أو اليافعين أو الأطفال. خليني أقول أنه أنا اللي فكرت فيه بمطرح ليه ما بنعمل مثل صرح ثقافي واجتماعي بقلب هاي الضيعة، يكون عبارة عن مكتبة، مكان مركز للتدريب، مطرح يقدروا يلتقوا فيه، نقدر نسمعهم نحكي معهم، يكون في هيدي شدت المشاركة. أهمية الحوار كمان. طبعا نعم. الحوار هو أهم شيء. نعم. لأنه نوصل لنتيجة بأي عمل بدنا نخوضه. نعم. اليوم المجتمع المدني والجمعيات النسائية بنوجه لهم تحية، بنقول لهم يعطيهم ألف عافية، عم بيبذلوا جهود جبارة فيما يخص كل قضايا النساء، وهلا كمان اكيد بالانتخابات النيابيه الماضيه كمان قدموا كثير، ونفس الشيء هلا بالانتخابات البلديه. شو اهميه المجتمع المدني اليوم بدورك برايك عفوا، وشو اهميه اذا فينا نقول الجمعيات النسائيه بدعم قضايا المراه وخلق هالمساحه من الوعي فيما يخص قضايا المراه؟ طبعا الجمعيات لها دور كثير كبير، لانه نعم. هي شجعت، دعمت، دربت، ووجهت النساء بشكل صح. نعم. وقالت لهم انتم بتقدروا تعملوا فرق، انتم من حقكم، يعني انتم مش جايين بتفضلوا عليكم اذا حطوا سيده وحده بالبلديه انه عم بيعملوا معكم خدمه، لا، من حقكم انه تكونوا انتم مشاركات مناصفه بالعمل البلدي. نعم. انتم مثلكم مثل الرجال بقلب العمل البلدي، فانتم بتقدروا تصنعوا فرق. ولكن هيدا الفرق كيف عملته هي؟ بانها دربت النساء انه يكونوا مؤهلات للعمل البلدي، واختارت نساء فعليا فاعلات، وهن عندهم اذا بدنا نقول كاريزما وعندهم حضور بالمجتمع وعندهم خلفيه ثقافيه وعارفين شو بدهم يعملوا، وايضا بيكونوا محبوبين من اهل ضيعتهم. وفي اوقات يمكن يكون الضيعه ما فيها اي مرشحه، بس هن قرروا يخوضوا هيدي المغامره ولاقوا قبول نوعا ما، وفي نساء بعضها عم بتخوض هيدي المعارك. نعم. اليوم الشأن العام بلبنان والمجتمع اللبناني اكيد للاسف عم بيعاني من العديد من الازمات. نعم. ودائما نسمع انه المراه عندها القدره على انه تواجه الازمات، فينا نقول فرق عن الرجل بطبيعه الحال، بطبيعه الطبيعه البيولوجيه عند المراه والامكانات اللي عندها اياها اللي بتختلف عن الرجل. اليوم ما بحال وصول عدد من النساء للمجلس البلدي، للمجالس البلديه بلبنان، كيف تتوقعي هالوصول ياثر على الشان العام بلبنان، على القضايا المجتمعيه؟ أكيد برجع بكرر إنه نحن بلبنان كنساء عنا كتير قضايا. نعم. لما نحن بنرفع الصوت رح نشكل فرق، لما بنضوي على قضايا العنف، لما بنضوي على قضايا الحضانة للأطفال، لما بنضوي على قضايا التمكين الاقتصادي للنساء رح يشكل فرق، ما في شك. لأنه العمل البلدي هو مش بس إنه نحن أخذنا منصب وحطينا سيدة بقلب البلدية وقلنا خلص،
هيدا دورك اديتيه هون، لا من هون بدي بلش الشغل ومن قبل هون بدي بلش الشغل. لما انا بكون عم بشتغل على الوعي على التوعيه، لما بكون انا بهيدا المركز قادره اني اعطي اهل ضيعتي عمل مجتمعي وخدماتي، طبعا هيدا الشيء رح يشجع النساء دائما انها تترشح للبلديه ودائما تخوض المعارك الانتخابيه حتى بالنيابه وبالوزاره وبكثير مطار حيكون هي صانعه قرار فيها. نعم اليوم اكيد بنهايه حلقتنا بكونك صحفيه بدنا نحكي شوي عن اهميه الاعلام بدعم قضايا المراه واهميه الاعلام بدعم المراه بالبلديه اليوم، قديش مهم؟ طبعا دور الاعلام كثير مهم لانه هو بده يضوي على النساء المرشحات. نعم. دائما بده يكون هو داعم بحملات تنعمل ان كان مكتوبه او على الاعلام المرئي او المسموع، انه نحن نشجع على اهميه دور النساء واشراكهم بالعمل البلدي والعمل السياسي من ناحيه انتخابات النيابه او الوزاره. فالاعلام هو دوره اساسي، لانه انا اذا ما شاركت الاعلام او ما عملت التسويق اللازم لمشروعي او كيف بدي اكون انا بمطرح موجوده او شو بدي اخدم اهل ضيعتي، انا اذا ما حدا حيعرفني. اهم شيء بالانتخابات لما تنعمل او الترشح اذا بدي اقول هو الاعلام والعلاقات العامة وأهل ضيعتي قد ايه بيعرفوني، المشروع تبعي، مصداقيتي، في كتير عوامل وأهمها هي الإعلام والتسويق لحتى الناس تقدر توثق فيني وتعرف أنا مين وأنا شو بدي أشتغل لحتى تقدر تنتخبني. أكيد وفيما بعد أكيد الأهم والأهم أنه نكون عم نشتغل على البرنامج عم نخدم أهل مجتمعنا وعم نقدر نثبت أنه فعلا نحن نساء قادرات وفاعلات مثل حضرتك ومثل العديد من النماذج النسائية. أنا بدي أشكرك على حضورك معنا اليوم مدام نهيلة سلامة، وبدي أتمنى لك كل التوفيق بعملك كناشطة اجتماعية كصحفية وحتى أكيد التوفيق دبل وتريبل. شكراً. بترشحك المحتمل للبلدية مجلس بلدية كفر رمان، كل التوفيق لإلك. شكرا كثير لإلك. أهلا وسهلا، أتمنى لكم كل التوفيق. شكرا مشاهدينا، نحن وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من هنا والبلدية. أنا بدي أشكركم على حضوركم وبدي أتمنى عليكم أكيد أنكم تكونوا عم تزوروا قناتنا على يوتيوب مريم تي في لبنان لتشوفوا وتتابعوا كافة برامج مريم تي في، بالإضافة لصفحتنا على فيسبوك مريم تي في لبنان. وأكيد موعدنا بيرجع بيتجدد مع سيدة ونموذج رائد جديد بحلقة جديدة من هنا والبلدية.